السلام عليكم. بعدا معكم عبد الصمد مشور من مدينه اسافي من مواليد 1993. وهذه راه من صغري راه هذه حرفه موسميه، راه كل رمضان الحمد لله كنديروها هنا في اسفي، ومعروفين ماشي شي الله وليدات اليوم ولا واحد جبن، راه معروف من شحال هذه، راه كانوا الناس قبل من دايرينها وتعلمنا منهم الحرفه ودابا بقينا خدامين عليها. واش نقول لك، الحمد لله هادشي دوزنا ما لقيناش درناه حقاش ما لقيناش البديل، قرينا مستوى الدراسي مشرف، باك عندي ديبلوم عندي، دفعنا ما لقينا فاش ما لقينا لا فين دفعنا، مخلينا فين دفعنا وما جاوش الله، رجينا قلنا بلا ما نريحو نخدمو، وراك عارف رمضان تيكون مصاريف كثير وكاين شحال من حاجه، ايوا واش غنديرو، هادشي اللي عطى الله اجبن طبيعي 100%، ما فيش شي مواد حافظه ولا شي حاجه، كنخدموه باللبن والحليب ديالو كيخدم مزيان الحمد لله، راه حنا غاديين في تيسير الله الحمد لله، كيكون عليه اقبال. ولكن من بعد كورونا القضيه بدات كتنقص، نقصت بزاف، ماشي خصوصا ملي تحولنا من البلاصه مابقاش الناس كيعرفونا بزاف كما كنا النوبه الاولى، ودابا الحمد لله بدينا كنديروا كليان وبدينا كنرجعوا الكليان ديالنا اللي كانوا قبل، اللهم لك الحمد والحمد لله. عمر شي واحد جا قال لنا خايبه في السلعه ديالنا، السلعه مزيانه الحمد لله، كلشي كيشكرها راه بلا ما نقول راه معروفين. واش نقول لك، الجبن الفوائد ديالو فيه بزاف ديال الفوائد، راه فيه الكالسيوم، فيه مزيان للبشره، مزيان سميتو للسنان، مزيان فيه بزاف ديال الفوائد اللي مزيانه للجسم ومزيانه حتى للناس اللي كيكونوا صايم، مزيانه كتزيد الفيتامين للجسم ديالو كيبقى واقف نهار كامل ما كيشحافش ما كاينش حمل حاجه كثرة، هادشي اللي كاين. خويا ما كذبش عليك، باش تخدم ديما مشكل، خصوصا اش نقول لك كما قلت لك الناس قلال اللي كيعرفونا هنا، ماشي بزاف اللي غادي يكون يوميا غادي تخدم يوميا، هادي هادشي اللي عطى الله، كيقول نفضلوا خدموا غير في رمضان حيت رمضان بنادم كيكون مول في رمضان، بنادم مر في الجبل في رمضان هنا في اسف، داكشي علاش كل شيء كبير صغير متوسط راه جميع اعمار جميع الفئات العمريه كتجي عندي الحمد لله، اللهم لك الحمد راه اثمنه هذا العام زايده، هذا العام اللي فات كنا دايرين لي 50 درهم الكيلو، هذا العام تزاد ولينا كنشدوا الليتر، العام اللي فات كنا كنشدوا ب 5 درهم الليتر، وهذا العام 130 ريال وما تلقاهش، هذا الشيء علاش شفت حاسبين ولينا، ولكن راه المحلبات راه محسوبين مقل، غير حنا ما كنخدموا غير من الشهر في مرة في العام، هذاك الشيء علاش تزيدوا علينا وماشي مشكل، حنا غادي مع ولاد الشعب وصافي، راك عارف كنتعاونوا مع كل شيء. أطر بزاف ماشي شويه، راه هذا الشيء اللي عطى الله، واش نقول لك خويا راه كنتعاونوا مع الناس وصافي، راه كنبدلوا السلعه بسلعه وصافي. ماشي ما نقعدش بلاش وصافي، راه الا قعدنا بلاش راه مشكل، راه واش ناكلو واش غنشربو واش غنصرفو، راك عارف اش كاين المدينه هي شويه ناقصه والحمد لله. لا ماشي في النهار، ولكن يبقى النهار الاخر ماشي مشكل، ولا ديرو فريكو تقسمو ديرو طرونشيات كل نهار جبد جبد وكول، اما حيت ما فيش مواد حافظه الا مشات فات الوقت ديالو راه يحماض، واغلبيه ديال الناس هنا ما كيبغوش حامض، والجبن راه كيكون حامض لحقاش مخدوم باللبن وبالحليب، فهمتي هذاك هو الجبن، وكاين الناس هنا ما كيعرفوش ليه بزاف، داكشي علاش يقولك بغيتو باقي ديال النهار، وكاين اللي كيبغي يخدم بيه في بريوات، كيبغي يخدم بيه شحال من حاجه، كاين اللي بغي يديرو في العصير، كاين اللي كيخلطو مع العسل كياكلو، كاين اللي كيدير ليه فاني، داكشي علاش كلو هو متعدد معروف، راه المغرب كامل كيعرفو، راه من فاس هما اللي كيعرفو ليه ديال بصح، لا هما الشمال هما اللي كيعرفو يصايبو، كيدير ليه القوام ديالو وداكشي كيجي ناضي، اما هنا كنديرو حنا سامبل عادي مسوس طبيعي ما فيه حتى شي حاجه. بالنسبه الى الطالب على حساب الطالب، كنخلي الكليان هو اللي يدير فيه يدير اللي بغا، يختار اللي عجبو، فهمتي اللي بغا يزيدو شي حاجه يدير، ما عنديش ما نقدرش نفرض عليه انا شي حاجه اللي نديرو نحتم عليه يشريها ما عندي صحه، ما كندير طبيعي، يجي بنادم اللي بغا ياكل شي حاجه يديرها. خويا كنشكر الناس ديال خصوصا ديال مدينه اسفي هما الاولين، كنشكرك انت وكنشكر السي حمزه الاستاذ ديالنا عبد المطلب وعبد وسي ودود،
وكنشكر كاع الناس اللي كيتبعونا وكيتبعوا اشواقع جريده اشواقع وشكرا. اشترك الان في قناه اشواقع تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواقع تي في جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.